شكرا شكرا شكرا. اذا مرحبا بكم يا احبائي الاطفال في هذه الحصه، حصتكم مع عمو يزيد على قناتكم الشروق تي في. وانتم كذلك يا احبائي اللي راكم تشوفوا فينا وحبيتوا تحضروا وتفرحوا كما هاد الاطفال اللي راهم معنا اليوم، ما عليكم الا توجهوا الموقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقه. اذا حبيت تشارك وتحضر معنا سهل، ما عليك الا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار شارك في حصتنا، تملا الاستماره، ما تنساش رقمك الهاتفي وبريدك الالكتروني. مرحبا بك. اذا احبائي الاطفال، لما تشاركوا للتسجيل باش تحضروا معنا لازم شوية تاع الصبر لأن التسجيلات كثيرة. واش رأيكم في كل بداية حصة نستقبلوا ساعي البريد اللي جبنا الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال اللي نقراوهم هنا ويقدروا يبعثوهم لنا عبر موقع الإنترنت بالضغط على زرار آراء وملاحظات عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com. إذا استضيفوا معايا صهيب ساعي البريد. ساعي البريد، تعال تعال تعال. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. واش راك صهيب لاباس؟ مرحبا بك، توحشناك. واش جبت لنا اليوم؟ البريد. البريد، يلا تفضل تفضل ديروا في علبة البريد. إذا تصفيقة على ساعي البريد. صهيب شكرا شكرا شكرا. مع السلامة. مع السلامة صهيب، شكرا شكرا. إذا من بعد راح نقراو هذه الرسائل الجميلة اللي بعثوهم لنا أصدقائنا الأطفال. أحبائي في هذه الفترة هذه كاين يوم مهم جدا، هو عيد عاشوراء. شكو تعرفوا وش هي المناسبة تاع عيد عاشوراء؟ تحبوا عمو يزيد يقولها لكم؟ لا. عيد عاشوراء هو اليوم اللي نجى فيه ربي سبحانه سيدنا موسى من فرعون. إذن رايحين بالك تتسألوا تقولوا علاش احنا المسلمين نحتفلوا؟ على بالكم باللي احنا المسلمين لا نفرق بين أحد من رسله، نحب كامل الرسل ونصلي عليهم كامل. وعلى بالكم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم قال للأمة الإسلامية، قال لهم نحن أولى بموسى. يعني موسى عنده، سيدنا موسى عليه السلام عنده مكانة كبيرة. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم قالنا نحن أولى بموسى. إذن من ثم ولت الأمة الإسلامية تحتفل بعيد عاشوراء، هو اليوم اللي نجى فيه ربي سبحانه وتعالى سيدنا موسى من فرعون. يا أخي أطفال، وكاين في هذه الفترة هذه يوم 22 سبتمبر يوم عالمي مهم، هو يوم عالمي بدون سيارة، سيرجوني انترناسيونال سون فواتور. عبالكم يا أطفال باللي السيارات دركا في العالم أصبحت تسبب تلوث كبير. رمي خمو دركا كيفاش يتفاداو هذاك التلوث. إذا كاين هكذا حتى في الجزائر، إلا لاحظتوا مرة على مرة يديروا يوم بدون سيارة، يغلقوا الجزائر العاصمة ولا وين الناس تهبط تمشي على رجليها ولا بالدراجات ولا باش يتفاداو هذاك التلوث. إذا لازم كامل نساهموا باش نقصوا من هذا التلوث. ويوم 27 سبتمبر راح يكون اليوم العالمي للسياحة. تحبوا السياحة؟ إذن السياحة مليح. على بالكم بالسياحة ماهيش سياحة تجارية فقط، يعني الإنسان لما يجي البلد ولا يكتشف بلد ماشي معناتها أنه يروح للفندق ويأخذ طائرة ويأخذ تاكسي وكامل، هو الاكتشاف الثقافي. مرات الإنسان لما يجي للجزائر ماشي يحوس على فندق جميل، يحوس على المتاحف، يحوس على الآثار، يحوس على الثقافة، على الفنون التشكيلية، يحوس على الفرق التقليدية، الفرق الفولكلورية. هذه هي السياحة يا أحبائي، لأنها تجمل كل المجالات يا أخي. إذن تحبون الألغاز؟ نعم. كاين اللغز تاع اليوم يقول ما هو الشيء الذي يدخل خلال الباب ولكنه لا يدخل المنزل؟ ركزوا معي، ما هو الشيء الذي يدخل خلال الباب ولكنه لا يدخل المنزل؟ يتوقف خلال الباب، يقعد في الباب. معلش فكروا لغاية نهاية الحصة. انتم أصدقائنا اللي يشوفوا فينا يقدروا يشاركوا عبر موقع الانترنت عمويزيد.com بهذه الطريقة. إذا حبيت تجاوب على اللغز ما عليك إلا تروح الانترنت تكتب عمويزيد.com، تضغط على زرار جاوب على اللغز، تملأ الاستمارة، ما تنساش رقمك الهاتفي، بريدك الإلكتروني والجواب على اللغز. حد سعيد. بالتوفيق. إذن فكروا عبالي شاطرين، فكروا لغاية نهاية الحصة في الجواب عن اللغز. واش رأيكم دركا نروحوا نكتشفوا شخصية عالم
أثير الدين الأبهري مع سناء. تفضلي سناء. تصفيق على سناء. تفضلي. مساء الخير يا أطفال. مساء النور. سنتحدث اليوم عن أثير الدين الأبهري. المفضل ابن عمر الأبهري سمقندي وكنيته أثير الدين الأبهري نسبة إلى أبهرة وهي مدينة فارسية قديمة. ولد سنة 1200، عالم فلك ورياضي ومنطقي وحكيم فيلسوف. عاش بواكير حياته في الموصل قبل أن ينتقل إلى أربيل سنة 1228 للميلاد، وهو من تلاميذة كمال الدين موسى بن منعى، أحد العلماء الذين نالوا شهرة في تلك الفترة. وقد قرأ عليه كتاب المتصدي المشهور في الفلك والرياضيات الذي ألفه العالم الإغريقي بطليموس عام 148 للميلاد، والذي يعتقد أنه أقدم كتاب في علم الفلك عرفته البشرية. اشتهر الأبهري في علم الفلك واهتم بحساب الحركات الفلكية حيث ربط بينها وعلم الرياضيات، كما كان مهتما بآلات الرصد الفلكية، خاصة الاسترلاب الذي كتب عنه رسالة ذكر فيها أنواعه وهدفه وطرق عمله. أما في الرياضيات فقد كتب العديد من المؤلفات ورسائل في المنطق الرياضي والهندسة، وقد عرف بأنه أول من أثبت ما يعرف ببديهية التوازي عند أقليدس. وقد قام الأبهري بإثبات ذلك، وتميز إثباته بالإبداع الأصيل والتفكير العميق غير مسبوق. وبعد 700 سنة من إثبات الأبهري، قام عالم إنجليزي بنشر برهان نظرية إقليدس، ليأتي برهانه مطابقا تماما لما جاء به الأبهري. وتوفي سنة 1264 للميلاد بالموصول في العراق. برافو 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 سناء. برافو برافو. إذن أثير الدين الأبهري عالم جليل من علماء المسلمين يا أحبائي. مادام تكلمنا على اليوم العالمي بدون سيارة لتفادي التلوث، واش رايكم عمو يزيد دار أغنية تكلم على سائق السيارة، تكلم على حوادث المرور شوية، كيفاش نقي من أنفسنا من حوادث المرور. وكامل تغنوا كامل معايا يا سائق السيارة، يلا معايا. يا سايق السيارة خود حذر كبير، واحترم الإشارة أنا طفل صغير. يا سايق السيارة خود حذر كبير، واحترم الإشارة أنا طفل صغير. يا سايق السيارة خود حذر كبير، واحترم الإشارة في طريق السير. يا سايق السيارة صغير، خود مني كل ما تعجب يا سايق لا تحير. اتمهل لا تغفل تزرب مني طفل صغير، خود مني كل ما تعجب يا سايق لا تحير. اتمهل لا تغفل تزرب مني طفل صغير، خود مني كل ما تعجب يا سايق لا تحير. صافي فيه الخير، شحال من العباد تودي ما صابوا تدبير. نتمنى تفهم مقصودي صافي فيه الخير، شحال من العباد تودي ما صابوا تدبير. نتمنى
مقصودي صافي فيه الخير شحال من العباد تودي ما صابوا تدبير ندم سيدي وما تعمل في الغير اه يا سايق ليك النبي لا تعمل في الغير لا تفيد الندم سيدي لا تعمل في الغير اه يا سايق ليك النبي لا تعمل في الغير لا تفيد الندم سيدي وما تعمل في الغير اه يا سايق ليك النبي لا تعمل في الغير لا تفيد الندم سيدي تكسب الراحة والخير والخير مفروض واجب غلا الضمير تهني والله تكسب الراحة والخير والخير مفروض واجب غلا الضمير في التأني والله تكسب الراحة والخير والخير مفروض واجب غلا الضمير تهني والله تكسب الراحة والخير مفروض واجب برافو 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 اذا احبائي سايق السياره نديروا له نداء باش يرد باله علينا احنا كاطفال يا اخي اطفال واش رايكم نروحوا العاب الخفه اذا يلا مع عمو مراد في العاب الخفه تفضل عمو مراد
تصفيق تصفيق على بومبارا. برافو برافو برافو. إذن أحبائي كما قلت لكم دائما عمو يزيد أربع سنوات من المتعة معكم. هذا العام الرابع يا أحبائي. إذن زدنا هذه الفقرة الجميلة الجديدة اللي هي فقرة هل تعلم. راح نكتشفوا بعض المعلومات في كل مرة. اليوم فقرة هل تعلم من تقديم ياسمين. يلا تصفيق على ياسمين. تفضلي تفضلي ياسمين. هل تعلم أن أطول سلسلة جبلية هي سلسلة جبال الأنديز ويبلغ طولها حوالي 7000 كيلومتر وتقع في أمريكا الجنوبية؟ برافو 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 برافو. إذن السلسلة الجبلية الأنديز الموجودة في أمريكا الجنوبية هي أطول سلسلة جبلية في العالم. إذن من خلال هذه الفقرة هل تعلم تعلموا بزاف حوايج يا أخي أطفال. تحبوا الحكايات؟ إذن عمو يزيد راح يحكي لكم حكاية الملك والعجوز الحكيم. يلا معي. إذن أحبائي الأطفال كما وعدتكم راح نحكي لكم حكاية الملك والعجوز الحكيم. واحد النهار في واحد المملكة كان واحد الملك طاغية. هذاك الملك يقول لهم أنا اللي نحكم فيكم كامل، أنا سيدكم كامل. واحد النهار كانوا في واحد المجلس هكذا، كانوا الناس والشعب كامل والحاشية وكامل، وبدأ يقول لهم أنا اللي نحكم هنا، أنا نحكم في هذه البلاد، أنا 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 كلش أنا. ومن بعد نطق واحد الشيخ هكذا قالوا مولاي الملك، قالوا نعم، قالوا ما كانش اللي يحكم في الآخر، كلنا في خدمة بعضنا البعض. هذاك الملك تقلق سحب هكذا، قالوا كيفاش أنا الملك؟ قالوا كيفاش اسمع أنا في خدمتك؟ قالوا نعم. زاد الملك هذيك تقلق، قالوا كيفاش احنا في خدمة بعضنا البعض؟ أنا الملك أنا نحكم فيكم كامل. قالوا اسجد، قالوا تعال تعال، قالوا نبين لك بلي أنا الملك، قالوا قبل ثيابي. جاء هذاك العجوز الحكيم يمشي هكذا بالعقل، الحق عند الملك. قالوا جلالة الملك، قالوا أنا ما نقدرش نقبل الثياب تاعك، احكم لي العصا تاعي، احكمها لي دقيقة باش نقبل لك الثياب تاعك. قالوا صح صح. الملك هذاك حكم العصا تاع العجوز هذا، قعد شدها له هكذا. وهبط هذاك العجوز واش يقول له؟ قالوا شفت يا جلالة الملك، قالوا في هذه اللحظة هذه أنت تخدمني. الملك قال لهم هذا حكيم هذا. ومن بعد فاق الملك باللي حقيقة الناس تخدم بعضها البعض يعني بدرجات متفاوتة. عمو يزيد استخلص من حكاية اليوم أنه لا يجب أن نستهزئ بمن هو أضعف منا. برافو 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 بوبي. أحبائي الأطفال الحكمة تاع اليوم أننا لا يجب علينا أن نستهزئ بمن هو أضعف منا. أحبائي ربي هو القوي، هو الجبار، ربي سبحانه. الإنسان ضعيف، إذن ما لازمش الإنسان يستهزئ بالناس الآخرين اللي أضعف منه، لأنه هذا من حسن الخلق أننا نقدر الناس وأننا لا نستهزئ بالناس. يا أخي يلا معي. إذن أحبائي كما قلنا في الحكمة ما لازمش نستهزئ بالناس اللي أضعف منا، لأنه الإنسان اللي عنده خلق حميدة وحسن الخلق هو الإنسان اللي يقدر الناس وما يستهزاش بهم. يا اخي احبائي هذا وعد. لحقنا درك لواحد ركن نحبه بزاف، ركن النكت. شكون اللي عنده نكته جميله يجي يحكيها لعمو يزيد؟ تعالي بنتي، تعالي اقعدي. واسمك بنتي؟ مريم. مريم شحال في عمرك مريم؟ 9 سنين. وين تسكني؟ في قليعه. في قليعه. احكي لنا النكته تاعك بنتي. كاين تلميذ جارو طار، خبط ضرب الباب كتبي، قال له الأستاذ كوري، قال له التلميذ لا لا جزائري. مشي بكوريا الشمال هي. شكون اللي عنده نكتة؟ تعالي نكتة. تعالي بنتي قادي. عندي قصيدة. واسمك؟ أسماء. أسماء وين تسكني أسماء؟ في فوكاماري. تفضلي. عندي قصيدة. يلا معلش. اسمها صوت صافي البلبلي.
صوت صفير البلبل هيج قلبي الثمل الماء والزهر معا مع زهر لحظ المقال وأنت يا سيد لي وسيدي ومولى لي فكم تيمل يوزي عق القلي قد قطفت من وجنته من لثم ورد الخجل فقال لا 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 لا, لا وقد غدا مهرولي والخوذ مال طربا من فعل هذا الرجل فولولت وولولت ولي ولي يا وي فقلت لا تولولي وبين اللؤلؤ لي. برافو 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 بنتي برافو برافو. شكون عنده نكتة جميلة جي يحكيها لي؟ نكتة جميلة. تعالي تعالي تعالي. واسمك بنتي؟ ميليسا. ميليسا وين تسكني ميليسا؟ عين بنيان. في عين بنيان الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. كاين عائلة ولدهم مات اسمه مفتاح، مات والدي ما حزنوش عليه باسكو عندهم بدو بالمفاتح. برافو برافو. شكون اللي عنده نكتة جميلة؟ تعالي بنتي تعالي. واسمك بشرى. بشرى، شحال في عمرك بشرى؟ 10 سنين. وين تسكني؟ في البويرة. في البويرة، الله يبارك. احكي لنا النكتة تاعك بنتي. قال لك واحد ذكورة، واحد اسمه مخك وواحد اسمه كوكاو. قلت له الأستاذة وراه، راح الأستاذة ما حبش يكتب، قلت له الأستاذة وراه مخك، قال له راح يبيع كوكاو. برافو برافو برافو. أحبائي الحقنا دركا فقرة الرسائل اللي بعتوهم لنا أصدقائنا الأطفال باش نقراوهم هنا. إذا بوبي شوف لنا الرسائل تاع أصدقائنا الأطفال، وأنتم يا أطفال إذا حبيتوا عمو يزيد يقرأ الرسائل تاعكم ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات. شكرا بوبي، شكرا. تصفيقة على بوبي، تصفيقة تصفيقة تصفيقة. إذا الرسالة الأولى تقول: بلال لينا 13 سنة من مدينة العلمة ولاية سطيف. أنا أحب كثيرا عمو يزيد وأخي يريد المشاركة لكن لا يوجد عندي إيميل. معليش معليش يا لينا يا عزيزتي يا بلال، راح نكلموك بالهاتف ماشي مشكل. إذن الرسالة الموالية، الرسالة الموالية من عند ميلودي خديجة شهد 12 سنة ولاية تسمسيلت مدينة برج الأمير عبد القادر. قلت لك الحصة جميلة جدا والأهم أنها مفيدة. أنا أشكرك يا عمو يزيد على هذه الحصة الجميلة والمفيدة. إذن بنتي ميلودي خديجة شهد 12 سنة برج الأمير عبد القادر ولاية تسمسيلت، شكرا لك على هذه الرسالة الجميلة. الرسالة الموالية شد لمعاد 14 سنة من مدينة بشار الجنوب، مرحبا بهم. إذن قال لك أحبكم وأتمنى لكم النجاح. شكرا يا معاد شادلي مدينة بشار 14 سنة، نعتز بهذه الرسائل الجميلة. الرسالة الموالية شباح أسيل 4 سنوات مدينة برج بؤريريج. قال لك برنامج هايل وممتع وتربوي، نود المشاركة، نرجو منكم قبول الطلب. بالطبع يا أسيل شباح، بالطبع سوف نتصل بكم ورح تحضروا معنا في هذا الحصة الجميلة. الرسالة الموالية والأخيرة جغلاف إكرام 12 سنة من الجزائر العاصمة. قالت لك أنا إكرام الشرقة أهدي تحياتي إلى الشروق وبالأخص عمو يزيد الذي أصبح قدوة لي. شكرا، ربي طول عمرك إكرام جغلاف 12 سنة من شرقة من جزائر العاصمة، إن شاء الله نكون خير قدوة لكم في الأخلاق والجد والمثابرة. إذن أحبائي الأطفال عمو يزيد يعتز بهذه الرسائل، ما عليكم إلا ترسلونا عبر موقع الإنترنت عمويزيد.com بالضغط على زرار آراء وملاحظات باش نقرأ الرسائل تاعكم. دركا لحقنا الركن الجواب عن اللغز. ما هو الشيء الذي يدخل خلال الباب ولكنه لا يدخل المنزل؟ تعالي بنتي تعالي. واسمك بنتي؟ بشرى. بشرى وين تسكني؟ بير خادم. في بير خادم. دوري الكاميرا بنتي، وش هو الجواب؟ ساعي البريد. لا لا ماشي ساعي، هذا لا يدخل المنزل ولكن يدخل خلال الباب. عمو يزيد عمو يزيد. تعرفي؟ تعالي. واسمك؟ بشرى. بشرى تاني. الله يبارك. وين تسكني؟ في بويرة. في بويرة.
واش هو الجواب؟ مفتاح. المفتاح هو المفتاح أحبائي. إذا بنتي شاطرة شاطرة شاطرة. إذا عمو يزيد يعطيك هدية. هذه الهدية مهداة من شركة شيبس مهبول، إن شاء الله تستفادي بها لأنك شاطرة. إذا الشيء الذي يدخل خلال الباب ولكنه لا يدخل المنزل، كي تفتح الباب يقعد المفتاح تما، هو المفتاح. إذا درك راح نروحوا الركن عيد الميلاد. اليوم عندنا عيد ميلاد أم كراز مريم 9 سنوات من القليعة. تعالي بنتي التحقي بيا. وانتم يا أحبائي اللي حبيتوا تشاركوا في الحضور باش تحتفلوا بعيد ميلادكم، ما عليكم إلا ترسلونا ب5 قسيمات من علب حليب رامي على العنوان التالي: صندوق بريد 42000 ستوالي الجزائر العاصمة. إذن احنا راح نغنوا عيد ميلادك أحلى عيد، وانتم أصدقائنا تروحوا تجيبوا لنا الجاتو تاعها. يلا نغنوا لها عيد ميلادك أحلى عيد. تعالوا تحت عيد ميلادك أحلى عيد، ربي كتب لك عمر جديد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد، الله يبارك فيك ويزيد ونقول لك عيد ميلاد سعيد. صحة وسعادة وهنا إن شاء الله يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح، إن شاء الله يا ربي لم ينسانا وتعيش أيامها أفراح. يا بنين ويا بنات يلا نطير بالونا نسهى ونعيشوا أحلى الأوقات، نزهى نمرح غني نفرح ونعيشوا أحلى الأوقات. هذه الحلوى لك جبناها وشموعك فيها زرعناها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها، باسمك انت زيناها ليلة حلوة يا محلاها. بابا وماما يدعولو واصحابو يبركولو وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو، وجمل هدايا يهدولو هيا نصفق ونغنيلو. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة سنة حلوة سنة حلوة يا جميل. برافو برافو برافو. إذا عمو يزيد يشعل لك شمعة. يلا إذا ديروا معنا العد التنازلي، ديروا معنا العد التنازلي. إذا 9 8 7 6 5 4 3 2 1. برافو، طفي الشمعة. برافو 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 برافو. إذا بنتي اعطيني الشهادة تاعها. إذا إميكراز مريم عمو يزيد يعطيك هذه الشهادة، شهادة إنجاح تصوير حصة مع عمو يزيد. وانتم كذلك يا أطفال كامل كي تخرجوا كل واحد راح يأخذ شهادة كما هذه، يأخذها ذكرى للمشاركة في هذه الحصة. يا أخي يا أطفال وكذلك أعطيه الهدية تاعها. إذن مريم رامي راعي برنامج مع عمو يزيد يعطيك هذه الهدية، إن شاء الله تستفادي بها هدية عيد ميلادك كما وعدناك يا أخي. وأنا ما بقى لي إلا نقولكم ابقوا على خير، استنونا في الأسبوع المقبل على قناتكم قناة الشروق تيفي نفس التوقيت. نحبكم يا أطفال، سلام. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم لا تنسونا.
أحببتونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد لا ننساكم لا تنسونا أحببناكم أحببتونا سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد كنا في حصة عمو يزيد في الموقع تاع الحصة وعيطونا ولبينا الدعوة وجبنا الذاري بسكو فرحانين بزاف بالحصة هذه وفرحت وتفرح قاعد الدراري شكرا أنا جيت من البويرة باه نشارك في حصة عمو يزيد لأنها مفيدة جدا جدا وشكرا يا عمو يزيد نشكر عمو يزيد على البرامج اللي يديرها تاع الأطفال هذه اللي دخل سعادة في قلبهم إن شاء الله ربي ينوره ويكمل الحصة دي تاعو ما شاء الله أتيت لأشارك في حصة عمو يزيد لأنه حصته جيدة نشكر هذه الحصة تاع عمو يزيد وكما قلت فرحنا ولادنا أشكر قناة الشروق تي في على هذا البرنامج عمو يزيد هاي فرحان وأعطيكم الصحة